مزحة جديدة أطلقها إيلون ماسك، وهذه المرة بشأن كوكاكولا بحسب تغريدته. مش عارف والله، ما بقى فينا نوزق إذا مزحة ولا لا بعد. السيناريو يتكرر كما في المزحة السابقة في ديسمبر 2017 حول شراء تويتر عندما سأل عن سعر الموقع. هذه المرة غرد الملياردير الأمريكي قائلا: بعد ذلك سأشتري كوكاكولا. لماذا؟ لإعادة الكوكايين إليها. التغريدة تشير إلى الوصفة الأصلية للمشروب عندما تم إطلاقه عام 1886 كمنشط وعلاج للعديد من الأمراض، وكان يحتوي على خلاصة الكوكايين المأخوذة من أوراق نبات الكوكا. حينها كان الكوكايين قانونيا وقت اختراع المشروب، لكن تم التوقف عن إضافته للمشروب بحلول القرن العشرين. بعتقد المدمنين على الكوكاكولا يمكن بعدهم بشكوا بالموضوع، رح يسعدوا أنه في فعلا. ربما لم تأخذ شركة كوكاكولا التغريدة على محمل الجد، وحتى الآن لم يعلق ممثلو الشركة عليها. خرجت بعد تغريدة ماسك حول كوكاكولا ب 57 دقيقة، غرد مجددا وقال: لنجعل تويتر أكثر متعة. ولاحقا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور ساخرة مركبة لتغريدات غير حقيقية لإيلون ماسك، إحداها نسبت له ويقول: الآن سأشتري ماكدونالدز وسأصلح جميع أجهزة صنع الآيس كريم فيها. أعاد ماسك تغريد الصورة وعلق عليها أو التغريدة وعلق عليها قائلا: اسمعوا، لا أستطيع صنع المعجزات. لا نعرف حتى الآن المدى الذي قد تصل إليها هذه المزحة من ماسك، وما إذا كانت ستتكرر قصة تويتر مع كوكاكولا أيضا. في البداية السؤال الذي يطرح الآن هو: هل يستطيع إيلون ماسك أصلا شراء كوكاكولا؟ يبدو أنه أغلب كثير من تويتر. وكالة بلومبرغ تقول الوكالة إن صفقة بحجم شركة المشروبات الغازية العملاقة تجعل صفقة تويتر وكأنها صغيرة. صحيح، كلف الاستحواذ على تويتر الملياردير الأمريكي 44 مليار دولار بحسب ما نشر. أما كوكاكولا فالرقم أمامكم على الشاشة، القيمة السوقية لها تبلغ 284 مليار دولار، وهذه القيمة أكبر ب 31 مليار من كامل ثروة ماسك. إلا إذا رجع زاد ثروته في السنوات المقبلة واستطاع أن يفعلها يعني. ممكن، ولكن على الرغم من هذه الأرقام إلا أن بلومبرغ قالت إنه قد يكون من الأفضل عدم الاستهانة بتغريدات ماسك الذي أنشأ أكبر شركة سيارات كهربائية من الصفر. ومن المحتمل أن يضع البشر على سطح المريخ.